السنة بتاعت الأهلي اللي أنا حسيت نفسي إن أنا مش هلعب، وإن كابتن حسام بدري مش حاططني في حساباته، رحت المريخ السوداني. رحت ماشي على المريخ السوداني، طبعًا. وده اللي شايف إن المفروض أي حارس مرمى يتبعه. ده الطبيعي، لما أنت تكون أنت بص يعني في حارس مرمى بيرضى، هو عارف إنه الليفل بتاعه أو مستواه يفضل، لكن هي بترجع لواحد هو مش مقتنع إن هو يكون موجود احتياطي. هي بترجع لكده، يعني أنا أراهنك إنه دلوقتي مثلًا أحمد الشناوي أو مهدي سليمان، واحد منهم هيمشي. واحد هيفكر يمشي غالبا اكيد، هيكون مهدي. مليون في المية، يعني مليون في المية ايوه. واحد يمشي لو المكان ده بالذات ما يستحملش طب هو التغير. بالكلام عن المهدي، هو اللي ختم الموسم اللي فات مع بيراميدز وهو اللي وصل معاهم لفاينل الكونفدرالية، من حقه يزعل لما مع بداية الموسم شريف اكرامي لسه جاي فهو اللي يلعب؟ انا اشوف، انا في كلمة اتقالت لي، انا اول ما تعاقد معايا النادي الاهلي قالها لي الكابتن احمد ناجي، كان الحضري طبعا مشي راح سويسرا، وكان امير هو اللي فنش الموسم، فقال لي احنا عندنا سياسه اللي فنشنا بيه بنبدا فيه. تمام. قلت له انا ما عنديش مشكله، اهم حاجه لما اظهر اظهر بشكل كويس، وقعدت اول 6 شهور احتياطي لامير وبعد كده لعبت، فده الطبيعي في اي نادي. بس هي بقى دلوقتي الامور بقت تختلف، مثلا زي ما حصل مثلا مع كورتوا مع ريال مدريد لما راح كان نافاس موجود، مظبوط، بس نافاس مشي مش راح على باريس سان جيرمان، ما قعدش، ودلوقتي هي دي الفكرة. بديل كورتوا هو لونين، حارس صغير في السن اوكراني لعب ماتش الجنسيه. الكاس مظبوط، اللي خسروا فيه، صغير في السن 21 سنه فاهم؟ يعني. هو ده اللي بقوله، المكان ده بالذات ما يستحملش 3 خالص، حتى 2 تقال ما متعبه يستحملهم، لأن شويه. واحد منهم هيروح المنتخب، الاتنين الوضع ده تقال. موجود في الزمالك الى حد ما يعني، محمد ابو جبل مع ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش، برضو شوف اسماء تقيله وثلاثتهم دوليون يعني. طبعا، بس انا اقول لك على حاجه، يعني مع احترامي ليهم كلهم طبعا، بس الثلاثه اللي في بيراميدز اسماء اكتر، يعني يعني بص ممكن جنش الاصابه بعدته شويه، هو اي كان منتخب مصر الاصابه دي ضرته كتير وبعدته كتير، حتى لما رجع ما اقنعش او ما كانش موفق في بعض الماتشات. ابو جبل دلوقتي ماشي بمستوى كويس ومحافظ على مستواه. عواد اللي هو برضو حظه وحش، كان غلط ان هو رجع من السعوديه الامانه، لانه كان عامل موسم حلو مع الوحده السعودي، غلط انه يجي في نادي ما استحملش الضغط اللي كان موجود في نادي الزمالك.